فيصل جبالله كانت البداية متاعي في نادي رياضي النفطي بمدينة نفطة ولاية توزر. التحقت بالمنتخب الوطني التونسي عام 2003، قريت في الليسي سبورتيف في المعهد الرياضي بالمنزه. الحمد لله معناها كانت مسيرة كبيرة برشا، وتوا هيك ممرن المنتخب الوطني التونسي. كانت البداية متاعي في النادي الرياضي النفطي، الظروف اللي كانت في النادي الرياضي النفطي صعيبة برشا. تم اكتشافي من طرف الممرن الوطني سي فوزي الغزواني، هو اللي اكتشفني في بطولة تونس في مدينة سوسة، وهو اللي معناها اللي تم دعوتي، معناها ما عنده هو تم دعوتي للمنتخب الوطني التونسي عام 2003. التتويجات متاعي متحصل على بطولة تونس أكثر من 15 مرة، بطل أفريقيا 13 مرة، ميدالية برونزية في بطولة العالم 2013 أكابر، متحصل على بطولة العربية عدة مرات، تحصلت على عدة دورات دولية، دي جران بري، دي جران شلام، المصنف نمرو واحد 2015، رانكينج ليست وصلت نمرو واحد، ومتحصل على عدة ميداليات معناها دولية وعالمية. أصعب تيتر هو بطولة العالم 2013 في البرازيل، اللي هي ميدالية برونزية في بطولة العالم، ذاك معناها تبقى لي في ذاكرتي، ما ننساهاش حياتي الكل، على خاطر سيبا فاسيل راهو تونسي معناها باش يوصل اللي يحقق ميدالية في بطولة العالم ولا بطولة أولمبية، راهو ماهو سهل، على خاطر العالم كل قاعد يحضر، العالم كل قاعد معناها عنده خاطر بطولة عالم ولا بطولة أولمبية رايح حلم كل دولة، حلم كل رياضي هذا باش يطلع على منصة التتويج. دونك بهي سهلة، الناس الكل قاعدة تحضر، الناس الكل قاعدة تخدم على رواحها، وليميور كي جاني في الأخر. والله كما نعرفوا الرياضة ماهيش علم صحيح، الرياضة معناها واحد يترينا يحط 100% يخدم على روحه ويحضر، العالم الكل قاعد يحضر للألعاب الأولمبية، وبعد فما معناها ما نعرفوش شكون باش يربح شكون ماهوش باش يربح، خاطر العباد الكل نفس النيفو، العباد الكل تحضر، والرياضة توا هيك تطلب برشا ميزانية وبرشا فلوس. نحنا في تونس كما نعرفوا مانيش قاعدين نضخ في معناها في ميزانية كافية للرياضيين متاعنا متاع النخبة. في العالم قاعدين كل جمعة يلعبوا دي كومبيتيسيون، قاعدين يعملوا في دي ستاج انترناسيونال في كل شهر. نحنا كما نعرفوا الظروف متاع البلاد ما نجموش نخرجوا اللاعبين متاعنا، معناها كل جمعة يلعبوا كومبيتيسيون كل شهر البرة، ما عندناش الامكانيات الكافيه في تونس باش نحضروا رياضيين اولمبيين. هذاك علاش نحن في تونس كل اربع سنين نستنى واحد ولا زوز معناها يخرج فهمتني بالزهرة كذا. انا 2013 تحصلت على ميداليه برونزيه في بطوله العالم، نفسهم اللي باش يلعبوا في بطوله العالم نفسهم باش يلعبوا في الالعاب الاولمبيه. حضرت انا بيدي كنت معناها متوقع اني باش نتحصل على ميداليه 2016، لكن ربي ما وفقنيش، بالعكس 2016 حضرت لها بالقدا ومعناها ربي ما وفقنيش. اول حاجه لازم ان يتم تاثير المواهب من الصغرى، اول حاجه لازمنا نخدموا عليها، هي ان التكوين يبدا من الصغرى. نحنا كما نعرفوا في تونس وفي سيستم تاع الرياضة والوزارة وكل شيء، ما نبدو ننفستو مع الرياضي كان كي يوصل مش نبدو نصرفوا عليه كل شيء، بل بالعكس لازم التأثير والفورماسيون تبدأ من الصغرى، مش يبدأ على معناها بازي معناها من اللي هو صغير. وزاد معناها الحاجة البلوز امبورتون
اللي لازمنا نصرفه على الرياضي معناها نحط عليه ميزانية تستحق التحضيرات متاعه. ما نبدوش معناها نقصوله معناها في الدورات هذيك خاطر ما فماش ميزانية معناها ميزانية تكفي، ولا نبدو نقصوله في المعسكرات ولا في الدورات، ولا على خاطر الرياضي يطلب برشا تحضيرات وبرشا معناها كيما نقولوا نحن علاش في تونس ما عندناش كونكيرونس كبيرة بين لي زاتليت، هذاك علاش نخرجوا لبرا نحتكوا برياضيين اجانب معناها عندهم اكثر معناها خبره واكثر معناها تجربه، هذاك علاش نستحقوا نحن نسافروا عندهم هما، فهمتني؟ والله ما زلت كي بديت المسيره متاعي مع المنتخب الوطني اواسط عندي 7 شهور ان شاء الله معناها الخبره متاعي نوظفها الكل لهيك مع الوليدات الصغار هذوما، وكيما عشت لاعب كيما زاد نحب نعيش مدرب عشت لاعب، انا ديما عندي تتويجات وديما نحق في القاب عالميه وقاريه، كيف كمدرب ماذا بيا الاولاد اللي عندي نوظف لهم الخبره اللي اكتسبتها انا ونصل بهم لبعيد ان شاء الله. اذا توفرت الظروف المطلوبه مع عند سلطه الاشراف الرئيس الجامعة سي اسكندر عشيشة ماهوش مقصر معناها في التوسكي معناها اللي نطلبوه من عنده اللي نجمه معناها يعطيه، كما نعرفوا اسكندر عشيشة ولد الرياضة ما يبخلش عليها بحتى شيء معناها. بالطبيعة كما قلت لكم أنا كما كنت نعيش لاعب ماذا بيا كيف نعيش بالألقاب كمدرب ان شاء الله يا ربي. عام سنة عندي عدة دورات، عندي بطولة افريقيا في تونس للأواسط وعندي بطولة العالم زادة، ان شاء الله عنا وليدات بهين وان شاء الله عنا ميدالية عالمية ان شاء الله. عام سنة بالطبيعة الجامعة منفتحة على ما نعتقد اخي عدة من بريسك توا هيك عندنا في كل ولاية عندنا جمعية متاع جيدو في تونس، والجامعة قاعدة معناها منفتحة على المناطق الداخلية ذي، وراي الأبطال تخرج كان من المناطق الداخلية ذي، راي في الجنوب ولا في الريف ولا فهمتني، على خاطر حتى الناتور حتى كيفاش نقول لك النوعية متاع الأشخاص غاديك تلقاهم معناها أكثر يحبوا يخدموا يحبوا معناها يحبوا يوصلوا يحبوا فهمتني. علاقة فيصل جبال له بنفطة ذيك بلادي وذيك ذيك نفطة أحلى بلاد عندي في العالم، أنا كي نمشي النفطة غاديك ننسى كل شيء معناها بلادي نفطة أحسن بلاصة نحبها معناها.